مع بعض ان الفيروس زي مناعه مبني على بعض. عندنا مع بعض اول كاركتر للفيروس اللي هو كائن فيري سمول. اول كاركتر للفيروس اللي هو كائن فيري سمول حجمه صغير. في امتحان ممكن يسالك هو الفيروس حجمه قد ايه بالظبط؟ تقول له من 20 ل 300 نانومتر. هل في ميكروسكوب ممكن يقيس بالنانومتر؟ في مين بقى؟ الالكترون مايكروسكوب. اول حاجه الفيروس كائن فيري سمول. الفيروس ما ينفعش يعيش الا انترا سيلولا، ما يعيش الا جوه الخلايا. وهي بتسال هنا السؤال، قول لي في البكتيريا اتنين بكتيريا كانوا زي الفيروس، اتنين بكتيريا شبه الفيروس ما يعيشوش الا جوه الخلايا، كلاميديا وريكيتسيا. يبقى الفيروس كان فيري سمول، ما يعيش الا انترا سيلولا. طب ليه الفيروس لازم يعيش انترا سيلولا؟ عشان عنده حاجتين مش موجودين، ما عندوش لا ريبوزوم ولا ميتوكوندريا. فما عندوش ريبوزوم يصنع لنفسه البروتين بتاعه، ولا عنده ميتوكوندريا فهو انيبل ان هو يصنع الاي تي بي. تعالى نبص مع بعض على الاستراكشر بتاع الفيروس. ايه هو الاستراكشر بتاع الفيروس؟ الفيروس عباره عن حته نيوكليك اسيد محاطه بقميص بنسميه مع بعض بروتين كود. يبقى احنا عندنا مع بعض الفيروس عباره عن حته نيوكليك اسيد محاطه بقميص اسمه بروتين كود. هو ده الفيروس، حته نيوكليك اسيد. بالمناسبه مع النيوكليك اسيد هو الفيروس. القميص اللي محوطه ده حاجه زياده من عند ربنا عشان ما يمشيش عريان في الشارع. يعني الفيروس هو النيوكليك اسيد، القميص ده حاجه زياده اسمه بروتين كود. فاي حد يقول لك هو الفيروس عباره عن سيل، قول له لا، الفيروس مش سيل. النهارده بنتكلم على الفيروس ان هو مش خليه خالص. يبقى الكاركتر بتاع الفيروس متجمعه بكلمه فيروس. الكاركتر بتاع الفيروس متجمعه بكلمه فيروس. لما يجي يسالك ازاي، قول له يا باشا هو كائن فيري سمول ما يعيش الا انترا سيلولا. يقول لك ليه؟ قول له اصبر، الار جايه، ريبوزوم ابسنت وان ايبل ان هو يصنع اي تي بي. والاستراكشر بتاعه عباره عن حته نيوكليك اسيد محاطه بقميص اسمه بروتين كود. نعيد مع بعض، الفيروس كاركتر الفي فيري سمول، اي انترا سيلولا، ريبوزوم ابسنت، ان ايبل ان هو يصنع اي تي بي، والاستراكشر بتاعه نيوكليك اسيد ده الرئيسي وحواليه بروتين كود. هل الفيروس اعتبره خليه؟ لا، ما عدناش بنعتبره خليه. طيب تعالى نبص مع بعض على الاستراكشر بتاع الفيروس، وكله يركز معايا بدقن الجد والكلام مبني على بعضه. الاستراكشر بتاع الفيروس، احنا عندنا مع بعض الفيروس، عايزك تبص معايا، عباره عن حته نيوكليك اسيد. ده اول حاجه في الفيروس. هل في فيروس ماشي عريان في الدنيا؟ لا، ربنا دايما بيستر الحاجات اللي خلقها. فعندنا مع بعض الفيروس عباره عن حته نيوكليك اسيد محاطه بقميص اسمه بروتين كود. اول نقطه عندنا النيوكليك اسيد. انت في اي فيروس لازم توصف النيوكليك اسيد. وصف النيوكليك اسيد في اي فيروس عباره عن اربع كلمات لازم تقولهم في كل فيروس. فاكرين لما كنا نقول مورفولوجي بتاع البكتيريا ست نقط؟ احنا لازم نقول على النيوكليك اسيد اربع كلمات. اول حاجه دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ هناخد مع بعض 6 7 دي ان فيروس و20 ار ان فيروس. طعم هو ما ينفعش الفيروس يبقى اتنين مع بعض. لو ده انت قلته مش هتكمل معانا الامتحان خالص. الفيروس اللي هو دي ان ايه ار ان ايه. وبعد كده تقول لي لو هو دي ان ايه او ار ان ايه، هل هو سنجل ستراند ولا دبل ستراند؟ لا سهل، معروفه الدي ان ايه دبل والار ان ايه سنجل. لا ده نظريه ست وستك. مين قال لك ان الدي ان لازم يبقى دبل؟ هناخد مع بعض دي ان ايه سنجل وار ان ايه دبل. كل القواعد اللي شفناها هتضيع. النقطة اللي وراها بعد ما نقول هو سنجل ستراند ولا دبل ستراند، يا ترى النيوكليك اسيد ده لينير زي ما باين في الرسمة ولا سيركولر؟ لينير ولا سيركولر؟ وفي الآخر تعلق لي على نقطة اسمها سيجمنت. يعني إيه سيجمنت؟ تعلق لي هل النيوكليك اسيد ده حتة واحدة ولا سيجمنتد؟ يبقى عندنا مع بعض أي فيروس أول نقطة فيه النيوكليك اسيد، هو ده الفيروس بالمناسبة. النيوكليك اسيد أربع كلمات، دي إن إيه أو أر إن إيه. سنجل ستراند ولا دبل؟ لينير ولا سيركلر؟ وكم سيجمنت؟ بطعم هو الفيروس فيه سيجمنت؟ اه. ممكن يبقى فيروس 1 سيجمنت او اكتر من سيجمنت. وهنحفظ السيجمنت بتاعت الفيروسات برقم موبايلي، هقول لكم في الاخر. ما بهرجش يا جماعه، ما بهرجش. النقطة اللي وراها ده عبارة عن البروتين كود، نركز مع بعض في البروتين كود. البروتين كود بتاع الفيروس ليه اسم تاني، اسمه كابسيد.
البروتين كود بتاع الفيروس اسمه الثاني كابسل. بيقول لك البروتين كود بتاع الفيروس ده لو انت ركزت فيه تلاقيه عباره عن نقط صغيره لازقه في بعض. لو ركزت في البروتين كود بتاع الفيروس تلاقيه عباره عن نقط صغيره لازقه في بعض على بعض، هي اللي عامله بروتين كود. النقط الصغيره ديت اللي عامله بروتين كود اللي هو اسمه كابسل يسموها كابسومر. كابسومر ووريها دلوقتي في الانيميشن. يطلع تاني عندنا على بعض اي فيروس في الدنيا عباره عن نيوكليك اسيد وكابسل، والاثنين على بعض اسمهم نيوكليو كابسل. نيوكليو كابسل. الكابسل ده هو البروتين كود، عباره عن نقط صغيره لازقه في بعض وعامله بروتين كود، كل نقطه من دي اسمها كابسول. اول نقطه الفيروس فيه نيوكليك اسيد بنعلق عليها كام كلمه؟ اربعه، دي ان او ار ان اي، سنجل او لينير او، وكام سيجمنت؟ امال الفيروس كاركتر كانت ايه؟ فيروس في فيري سمول اي بيش انترسيلر ليه؟ ريبوزوم ابسنت ان ايبل يصنع اي تي بي، الاستراكشر بقت في الرسم. تعالى نركز مع بعض. البروتين كود ده يا جماعه اللي هو محوط الفيروس. البروتين كود اللي محوط الفيروس ليه بعض الوظائف تبدا بحرف البي، ركز معايا فيها. اول وظيفه للبروتين كود انه بيعمل بروتكشن، بيحمي النيوكليك اسيد. اول وظيفه للبروتين كود بروتكشن، بيحمي النيوكليك اسيد اللي جوه. لولا البروتين كود ده، لولا البروتين كود ده، لولا البروتين كود كان زمان الفيروس ايه اللي حصل له؟ كان مات. النيوكليك اسيد يا جماعه حاجه ضعيفه قوي، فربنا ادى بروتين كود حواليه يعمل له بروتكشن. تاني وظيفه يا جماعه البروتين كود حاجه اسمها بريزيرف الشيب. يعني ايه بريزيرف الشيب؟ بيدي الفيروس شكل يحافظ عليه. طب احنا ممكن نشوف شكل الفيروس؟ اه، بس الميكروسكوب اسمه ايه؟ الكترون. ايه بقى اشكال الفيروس؟ ركز معايا في الرسمه دي. اول شكل للفيروس اسمه ايكوزا هيدرون. اول شكل للفيروس اسمه ايكوزا هيدرون. اول شكل للفيروس اسمه ايكوزا هيدرون. معنى ايكوزا هيدرون متعدد الاوجه. يعني ايه متعدد الاوجه ده؟ ايكوزا هيدرون متعدد الاوجه. اوريها لك، بص معايا لو هنا موجوده لحظه. اه بص يا جماعه، شايفين الفيروس ده؟ شايف الفيروس ده؟ الفيروس ده باين؟ هجيب لك صوره اوضح منه دلوقتي. الفيروس ده شبه الكريستاليه. شبه الكريستاليه. طبعا هو ايه اللون الاصفر اللي جوه ده؟ الخط الاصفر اللي جوه ده لو حد شايفه هوريك اسمه اكبر، ده نيوكليك اسيد. شايفينه؟ طبعا. امال ايه الحاجه اللي عامله زي الكريستاليه ديت؟ ده البروتين كود. وده اول شكل بيشتغل الفيروس اسمه ايكوزا هيدرون. ايكوزا هيدرون في اوجه كتير زي ما كلنا عارفين الكريستاليات الناجفه فيها مسلسلات كتير. ده اول شكل. تاني اشكال الفيروس شكل اسمه هيليكال. هيليكال اسطواني. ساعات تلاقي فيروسات كده عامله زي علبه الكنز. فيروس هيليكال اسطواني الشيب. تالت شكل الفيروس اسمه الشكل الكومبلكس المعقد، وده عامل زي الصندوق. كومبلكس ده عامل زي البوكس زي الصندوق. نعيد تاني مع بعض. اول اشكال الفيروس الشكل اللي احنا شايفينه دوت اللي هو شكل الكريستاليه. سموها ايكوزا هيدرون متعدد الاوجه. تاني شكل، شكل الكنز، علبه الكنز ده هيليكال. وفي شكل معقد شبه الصندوق اسمه ايه؟ كومبلكس. مين اللي بيدي الفيروس الشكل؟ زي ما باين اللي ادى الفيروس الشكل ده هو البروتين ايه؟ بروتين كود. يبقى اول وظيفه بروتكشن، تاني وظيفه بريزيرف الشيب، تالت وظيفه للبروتين كود بيخلي الفيروس يحصل له مسج جوه السيل. نحط على دي استفهام مش مفهومه. يعني ازاي البروتين كود هيخلي الفيروس يعدي جوه الخلايا؟ مش مفهومه. بس خدنا كام بي؟ ثلاثه. نعيد من الاول. الفيروس كاركتر كاخده كلمه الفي والاي انتراسيلول ار ريبوزوم ابسنت واليو ان ايبل ان هو يصنع ايه؟ اي تي بي. والاس عباره عن استراكشر. طيب قلنا مع بعض اول حاجه في الفيروس نيوكليك اسيد بنقول عليه باربع كلمات، واتكلمنا على البروتين كود. البروتين كود ثلاث وظائف في حرف البي، بروتكشن بريزيرف الشيب وبسج. بسج يعني مش مفهومه. بيقول لك الفيروسات تتماثل تحت الالكتروميكروسكوب. تتفكر بتتماثل ليه؟ ليه الفيروس في بينهم سيمتري؟ سيمتري يعني تماثل. الفيروسات تحت الالكتروميكروسكوب جزء منها شكله اسطواني وجزء كريستاليه وجزء كومبلكس. ده اسمه سيمتري. مين المسؤول عن التماثل ده؟ بروتين كود. ده سؤال ام سي كيو. اللي بيخلي الفيروسات شبه بعض تحت الالكتروميكروسكوب هو البروتين كود. يعني في فيروسات كتير شكلها كده، شايف؟ في فيروسات كتير ليها المنظر ده.
بتعامل. ودي نقطة مهمة يعني. كان حصل ان فيروس الايدز، فيروس الايدز ايام القذافي ربنا يرحمه، كان حاطط فيروس ايدز في احد المعامل، وحاطط جنبيه تطعيم الانفلونزا، الاثنين اسطوانيين الشكل. وكانت قصة مشهورة ان اطفال ليبيا بدل ما ياخدوا تطعيم الانفلونزا خدوا فيروس الايدز عن طريق ممرضات بالغريات، ما اعرفش يقروا اللي مكتوب على الدرج العربي. فبدل ما يدوهم انفلونزا فاكسين ادوهم الايدز اللي هو شبهه في بروتين كود، وحصل بنسبة كبيرة من اطفال ليبيا ايدز. لو حد عارف القصة دي ولا حد عارف حاجة. النقطة اللي وراها يا جماعة، في بعض الفيروسات عندها بعض البروتين كود طبقة ثالثة اسمها الانفرو. الانفرو. الانفرو دي عبارة عن طبقة خارجية. فاكرين كبسول بكتيريا؟ دي طبقة موجودة في بعض البكتيريا ومش موجودة في بعض الآخر. الانفرو حكايته ايه؟ لو قلت لك هتحس في حاجة خالص. محتاجين نشوف انيميشن قبليه عشان نفهم يعني ايه انفرو. الانفرو ده عبارة عن طبقة بعض البروتين كود. زي ما عندنا واحد بيلبس قميص، اي حد فينا لابس قميص، لكن في ناس ما شاء الله معاها فلوس، قميص وجاكيت، او ده الجاكيت بقى. الانفلوب ده في بعض الفيروسات عندها انفلوب والبعض ما عندوش انفلوب. طب تعالى ناخد مثال يا جماعه، هناخد مع بعض الدي ان فيروس في الاول وبعد كده مين؟ ار ان اي. انت عارف الدي ان فيروس بتوصف كل فيروس بسبع نقط. الار ان اي كل فيروس بتوصف ب 12 نقطة. وانا ما قلتش فاضل انتوا فاضيين، فهنحفظ مع بعض ان شاء الله الدي ان فيروس بكلمة بحب، والار ان اي ال 20 فيروس بكلمة بكره. نبدأ مع بعض. ركزوا معايا. مين هما الدي ان فيروس؟ ركزوا معايا. شوية وهنشوف انيميشن. لحظة بقى. الدي ان فيروس هما مين؟ نركز مع بعض يا ريت. عندنا مع بعض أول عيلة في الدي ان فيروس اسمها بار. بار فيروس. عيلة البار. الكتاب في النقطة ديت عامل سكيمة حلوة، بس السكيمة كلام اللي فيها مش ماشي بعد كده مع اللي هو قاله، يعني آخر سكيمة غلط، فيها كلام غلط لازم أنت تصلحه سواء عايز تصلحه من الكتاب ماشي، المذكرة ماشي، مش فارقة. أول فيروس عندنا اسمه بار فيروس. عارف يعني إيه بار؟ مين يعرفه يعني إيه بار؟ إيه بار ده؟ خمر ايه؟ يا جماعه في ما عرفوش البار ده عباره عن عصايه حديد كده طويله. عصايه حديد الناس بتحط عليها اوزان وتشيلها. هو البيت؟ مش حلو. البار ده عباره عن عصايه حديد، انت بتشيل كام بار مثلا؟ هو واحد. اللي يقول لك مش لسه بار ده كان داوي ابن كلب. هو بار واحد بتحط عليه كذا وزن. في عيله من الفيروسات اسمها بابو. كفايه. انا في الدينا فيروس اسمها بابوب. بابوب ده تقريبا اسم الدلع بتاع بابوب الايام ده. بابوب. في فيروس اسمه ادينو فيروس. وفي الهربس. الهربس طبعا معروف. في البار وبابوب. بابا يعني. وادينو وهربس. وفي فيروس اسمه هبه الديني. هبه الديني فيروس، بس النطق صح مش كده. اسمه هبادينا فيروس. ما حدش يقول هبه الديني. مش فاضي. وفي فيروس اسمه بوكس. في عندنا مع بعض فيروس اسمه البوكس فيروس. تاني بار، بابو، ادينو، هربس، هبه الديني، هبه الديني فيروس، وبوكس فيروس. انت كل فيروس من ده تعالى في الاول، وطبعا دي كلها فيروسات دي ان ايه، هتعالى اذا كانت دبل ستراند ولا سنجل ستراند. لازم تعالى اذا كانت دبل ستراند ولا سنجل ستراند. اللي بيتكلم واقف كلام. وبعد كده تعلق، هل هذه الفيروسات الدي ان بتاعها لينير ولا سيركولر؟ كل فيروس من ده تعرف اذا كان لينير ولا سيركولر. ولازم تعرف هو كام سيجمنت. ماشي، معلومات انا مش هعرف بس. لازم تعرف هل الفيروس كام سيجمنت. وتعرف اذا كان الفيروس ده عنده انفلوب ولا ما عندوش. ركز مع بعض يا جماعه. بعض هذه الفيروسات عندها انفلوب والبعض ما عندوش انفلوب. وتعلق على شكل بروتين كود. هو البروتين كود ليه كام شكل؟ ثلاثه. وفي الاخر تعلق على سايز بتاع الفيروس. ده عباره عن النوع اللي احنا ماشيين عليها في الدي ان فيروس.
خلاص تقول هو دي ان ايه ده اول كلمه، وبعدها في كام نقطه تقولها 6 نقط، في الار ان ايه 11 نقطه. ممكن بس اللي بره لو بس عايزين كده مثلا عايزين كمان كموها دي بيت بتعد ورا بقى اللي جنب الباب قول له اسمع بسرعه بس نبدأ مع بعض. هو بس عايزين يا جماعة نجمع الفيروسات اللي هي الدي ان ايه. عايزين نجمع مع بعض الفيروس الدي ان ايه. بار، بابوب، ادينو، هيربس، هيبات ديني، بوكس فيروس، دي كلها فيروسات دي ان ايه. نتعلم مع بعض بار بابو با فتحة با نتعلم الأول خالص معلش با فتحة با وبعد كده أدنو أدي الألف هربس وهبة اديني حاجة كسرة حي وبعد كلام بوكس با ضم أبو تطلع لنا كلمة اسمها بحبه تطلع لنا كلمة بحبه وحلو بحبه ما فيهاش ألف عمرك وحسيتها لو كنت حسيتها كنت قلتها بالطريقة هناخد مع بعض الدي ان فيروس لكلمة بحب وحبيبي بحب مين؟ أنا عن نفسي بحب مرات اللي هي دينا اللي هي دي ان ايه ممكن واحد يقول أنا بحب دينا عادي ولما الرسول صلى الله عليه وسلم أنا حب الناس إليه قال عائشة مش عيب وحبيبي طب الأر ان ايه؟ لا بكره رنا وهم عايشين فيروس في برهة نقولهم بعدين حمام يبقى عندنا مع بعض بحبه با فتحة با ألف حاجة كسرة حي بحبه تعالى نشوف مع بعض بيقول لك الفيروسات دي بترتبها مع بعض اول ثلاثة فيروس نون امبرو يعني ايه نون امبرو حد فاهمها اول ثلاثة فيروس نون امبرو وقف كلامي عليك اول ثلاثة فيروس نون امبرو الثلاثة فيروس اللي وراهم امبرو الجدول بترتب بحيث ان اول ثلاثة نون امبرو كلمة بحبه واخر ثلاثة امبرو طبعا مش فاهم افهم هذا لو قلنا الباء نون امبرو الباء نون انفلو والبار والبابو والادنو يعني طب والحب الحب هو الانفلو اللي محوطنا كلنا يلا قدام واحد يبقى بحبه الباء نون الباء نون انفلو والحب هو الانفلو وبنفس الطريقه هناخد كلمه الار ان اي كلمه بكره يبقى الباء نون انفلو والحب هو الانفلو اللي محوطنا كلنا وطعم طب البروتين كود كل هذه الفيروسات شبه الكريستالية جزء هيدرا ما عدا واحد من الناس بيقول لك انا شبه الصندوق يا بني ادم افهم واحد بيقول لك انا كومبلكس شبه الصندوق مين؟ البوكس يعني يقول لك في مكان ايه؟ سموه بوكس البوكس ده شبه الصندوق كومبلكس والباقيين كلهم شبه الكريستالية طبعا طب سؤال السايز اعرف معايا ان اول فيروس واصغر واحد اللي هو مين؟ البار والبوكس اكبر واحد طبعا في النص مودريت يعني اول واحد سمول اللي في النص مودريت الاخير لارج بحبه كلمة بدأت صغيرة بتكبر مع الأيام. ممكن نوقف كلام أنا والله حاسس إن أنا قدام شوية مراهقين. يبقى بحبه يبقى عندنا مع بعض بحبه. بحبه ممكن نقول بحب دينا، الواحد يقول اللي هو في دماغه. البانا انفلوب الحب هو الانفلوب. بحب كلمة بدأت صغيرة كبرت مع الأيام، يعني إيه كبرت مع الأيام؟ كان اول واحد سمول مودريت لارج هما ترتيبين صح طبعا البروتين كود كلهم هيكوزا هيدرال ما عدا واحد من اسمه شبه الصندوق يا بيه بوكس البوكس صندوق كومبلكس كل هذه الفيروس دبل ستراند نوقف كلامي كل هذه الفيروس الدين تحتها دبل ستراند الاصل في الدين ان هو دبل ما عدا واحد لازم يبقى سنجل يعني ان شاء الله كله دبل ما عدا البار البار طول عمره سنجل ما فيش حد يشيل الا بار واحد يقول لك 70 بار واثنين بار ده كذاب البار لازم يبقى سنجل فاهم ايه بار؟ فاهمين فيهم ايه بار؟ بالنسبه لترعام لينيا ولا سيركولار كل هذه الفيروسات دي جواها لينيا
كل هذه الفيروسات الدين بتاعها لينير مع الاعتذار الاثنين الدين بتاعهم سيركلر وتخين. تلاقي الدين بتاعها سيركلر وتخين ومقلص. مين؟ بابا وهبه مع الاعتذار ليهم. بابا وهبه دول عمرهم تخان وسيركلر مع الاعتذار لهبه لان هبه هتتفضحت الايام الجايه. وهتفهموا بعدين ان هي هتتفضح. يبقى في كل هذه الفيروس الدين بتاعها لينير ما عدا بابوه وهبه. هبه دول عمرها وبابوه سيركلر. السيجمنت كل هذه الفيروسات دي بتاعها وان سيجمنت. تاني معنى يبقى بحبه ما في كلام يا ريت. الار ان اي 20 فيروس حافظ كلمه بكره بطريقه اسهل من كده بكتير. بحب دينا او بحب دينا. البالون انفلوب الحب هو الانفلوب. بحب الكلمه بدات صغيره كبرت مع الايام. بحبها كلها وان سيجمنت. يعني وان سيجمنت كلهم هيكوزا هيدرا ما ده من شكله يا جماعه شبه صندوق مين؟ البوكس. البوكس اخباره ايه؟ كومبلكس. البوكس عباره عن فيروس كومبلكس. نوقف كلام يا جماعه نوقف كلام. بالنسبه بقى لهذه الفيروسات كلها دبل ستراند ما عدا واحد ما ينفعش يبقى سنجل البار. كلهم لينير ما عدا اثنين سيرفر وتخانوا ملوظين ويعتزل لهم بابا ومين؟ وهبه. يبقى قلنا مع بعض دي ان فيروس بكلمه بحبه. في الطعام والار ان ايه 20 بكلمه بكره رنا. رنا يعني ار ان ايه تعملني بقى مش هتفهم خالص. وقالوا طب البكتيريا الطعام هي فين؟ البكتيريا ان شاء الله لو في وقت هقولها النهارده كلمه بكتيريا هبقى لكم بقى. بصوا معايا يا جماعه ده كلام ده كان الاول مفيش وقت انا قدامي لسه كتبوش كبيره عايز اقول الفيروس كاركتر واحد كلمه ايه؟ فيروس البي والال انترا سيل ار رايبوزوم ابسنت واليو ان ايبل نصنع اي تي بي والاس عباره عن استراكشر. اول حاجه في الفيروس هو عباره عن نيوكليك اسيد بنعلق على نيوكليك اسيد باربع كلمات دي ان اي ولا ار ان اي سنجل ولا دبل لينير ولا سيركلر وكام سيجمنت. اديلك مثال بروف على الدي ان فيروس الار ان اي فوق المخيل. الدي ان فيروس بحبه البالون انفلوب الحب هو انفلوب بدا صغيره وكبرت مع الايام. طب سؤالي مع البروتين كود دي اسم تاني حد يعرفه؟ كابس ووحدته نقطه صغيره اسمها ايه؟ كابسومز. وحدته نقطه صغيره اسمها كابسومز. في بعض الفيروسات عندها انفلوب وبعض ما عندوش انفلوب. لغايه النهارده ما اتكلمش عن انفلوب. لو قلت محدش هيفهم خالص. تعالى مع بعض نتكلم على الريبليكيشن بتاع الفيروس وده سؤال مهم. ازاي الفيروس بيتكسر؟ الريبليكيشن بتاع الفيروس عباره عن شويه خطوات. الحرف الاولاني من كل خطوه هيطلع لك كلمه حبيبي نار. عندنا اول نقطه مش هتفهم الريبليكيشن بتاع الفيروس اللي شفت الانيميشن دي. دي عباره عن الخليه بتاعتنا. الخليه دايما عليها ريسبتور. الخليه ديت عليها ايه؟ ريسبتور. دكتور عمرو ايه الريسبتور دي بتعمل ايه؟ هيستخدمها الفيروس في الدخول. الفيروس هيستخدم الريسبتور ده عشان يدخل جوه. دكتور عمرو عايز تقول ان انا ربنا خليه دي ريسبتور للفيروس؟ لا. ربنا خليه لك ريسبتور بتقوم بوظيفه معينه. تفتكروا حاجه اسمها سي دي 4؟ فيروس الايدز بيحب يمسك ريسبتور اسمه سي دي 4. هل ربنا خلق سي دي 4 ده عشان الفيروس ايدز؟ لا خلقه ليا انا بس الفيروس بيحب يمسكه. فاول نقطه لازم نعرفها ان كل فيروس ليه ريسبتور معين بيدخل عن طريقه. يعني لما حد يجي يسالك هو ليه فيروسات الكبد بتروح الكبد تاكد ان خلايا الكبد بس هي اللي عليها ريسبتور اللي دخل الفيروس. لما حد يقول لك ليه فيروسات معينه بتروح البرين تاكد ان خلايا البرين عليها ريسبتورز للفيروس ده. ده اول نقطه. تعالى نبص مع بعض على الفيروس. بص معايا ده عباره عن فيروس. ده عباره عن فيروس. لو ركزت يا جماعه في الفيروس ده كله ركز معايا. لو ركزت في الفيروس ده اللي باللون الازرق ده النيوكليك اسيد. اللي باللون الازرق ده النيوكليك اسيد.
بطعم. امال ده ايه الطعم؟ الطبقه اللي وراه ده البروتين كود اسمه كبسول. شايفين النقط الصغيره ديت؟ النقط الصغيره ديت اسمها ايه؟ كبسول. وطعم ايه ده؟ ده الانفر بتاع الفيروس. يعني ده فيروس عنده انفر. في فيروسات عندها انفر وفيروسات ما عندهاش انفر. في فيروس عندها انفر وفيروسات ما عندهاش انفر. عايزك تركز ازاي الفيروس عنده انفر بيمسك الخليه. ركز عشان تتخيل الكلام. الوقت خدت بالك ان الانفلوب عليه سبايكس الاول؟ الانفلوب بتاع الفيروس عليه سبايكس. يبقى هنا يا جماعه الفيروس لو عنده انفلوب تاكد ان الانفلوب عليه سبايكس. مفيش انفلوب من غير سبايكس. بص كويس ايه اللي بيحصل. السبايكس ديت هي اللي هتمسك الريسبتور بتاع الخليه. بص شفت المنظر؟ الوقت يا جماعه السبايكس ديت هي اللي مسكت الريسبتور بتاعت مين؟ الخليه. السبايكس ديت هي اللي مسكت الريسبتور بتاع الخليه. شايفين المنظر؟ ماشي. يبقى هنا حد يقول لك حصل اتاتشمنت ازاي في الانفلوب فيروس؟ تقول له السبايكس على الانفلوب مسكت الريسبتور. انا عايزك تركز الفيروس ده بيدخل ازاي؟ كله ركز يا جماعه. ايه اللي حصل بالظبط؟ هو ايه اللي حصل بالظبط يا جماعه؟ يا جماعه ماشي يا باب يا ريت. بصوا معايا. هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ كله ركز معايا. حصل كلمه بنسميها ايه؟ حصل فيوجن للانفلوب مع السيل ميمبرين بتاع الخليه. لما يجي حد يسالك الانفلوب فيروس دخل ازاي؟ قول له حصل فيوجن للانفلوب مع السيل ميمبرين. يعني الفيروس الانفلوب بيسيب الانفلوب بتاعه على السيل ميمبرين بتاع الخليه. كله مركز؟ يبقى الانفلوب فيروس بيدخل ازاي؟ عن طريق فيوجن اوف انفلوب مع السيل ميمبرين. الانفلوب فيروس دخل عن طريق فيوجن اوف انفلوب مع مين؟ السيل ميمبرين. لما حد يسالك الانفلوب فيروس بيسيب الانفلوب فين؟ على السيل ميمبرين. طيب ايه اللي دخل جوه الخليه؟ فيروس محاط بايه؟ ببروتين كود. يجي يسالك طب الفيروس دخل الخليه ليه؟ عشان يتكاثر. في حاجه في الدنيا اسمها فيروس يتكاثر جوه قميصه؟ ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش ان في فيروس نيوكليك اسيد هيتكاثر جوه قميصه. فالفيروس عايز يطلع من قميصه اللي هو البروتين كود. ما يعرفش. فيقول للخليه والنبي ساعديني ساعديني. ففي انزيمات جوه الخليه تكسر البروتين كود. في انزيمات جوه خليه الانسان تكسر البروتين كود عشان الفيروس يطلع يتكاثر. ويسموا الخليه ان شاء الله انا هقولها بعدين، الخليه اللي تساعد البروتين كود ان هو يطلع تتكسر البروتين كود وتساعد الفيروس ان هو يطلع، دي خليه متعاونه. اما الخليه اللي ما تكسرش البروتين كود بتاع الفيروس خليه غير متعاونه. وهنعرف ان لو الفيروس فضل جوه قميصه يحصل له اجهاض ما يخلفش. يبقى عندنا تعبير اسمه اجهاض هياخده بعدين. عشان الفيروس يخلف لازم يطلع من قميصه. مين اللي بيعمل انكوتنج للبروتين كود ده؟ انزيم جوه الخليه. نبص مع بعض على المنظر. ادي يا جماعه الانفلوب فين يا جماعه؟ الفيروس الانفلوب دخل عن طريق فيوجن اوف انفلوب مع مين؟ مع السيل ميمبرين. ما تنساش الكلام ده. الفيروس الانفلوب عمل فيوجن للانفلوب مع مين؟ مع السيل ميمبرين. طب بعد كده الخليه اتكسر بروتين ايه؟ كود. الخليه اتكسر بروتين كود عشان الفيروس يبقى حر ويتكسر براحته. الفيروس تبع ده دي ان فيروس. ركز معايا، ده عباره عن دي ان فيروس هيروح جوه النواه. عارفين مين الانزيم اللي يكتر الدي ان فيروس؟ الانزيم اللي يكتر الدي ان فيروس اسمه ايه؟ دي ان اي بلومريز. هل الانسان عنده دي ان اي بلومريز؟ يقول لك اه، بس الفيروس عمره ما يستخدمه. عمره ما الفيروس يستخدم الدي ان اي بلومريز على الانسان، لان ده اسوء انزيم في الدنيا. وليه طعم زملكاوي؟ يقول لك لا. بيقول لك الدي ان اي بوليمريز بتاع الانسان بيغلط. لو حد فاكر الميوتيشن يقول لك اسبل انزيم هو الدي ان اي بوليمريز بتاع الانسان بيغلط بطريقه بشعه وبيصنع دي ان جديد. فتلاقي الفيروس بيعمل حاجه غريبه قوي. مش ده دي ان فيروس؟ كله ركز معايا. ده عباره عن دي ان فيروس دخل جوه الانسان. هل يستخدم انزيم الانسان؟ لا. ده فيروس دي ان اي. ركزوا معايا اللي يحصل. الفيروس ده يا جماعه هيستخدم الار ان اي بوليمريز بتاع الانسان. هيستخدم الار ان اي بوليمريز بتاع الانسان ومن الدين ده هيصنع مسنجر ار ان اي. طبعا مش فاهم حاجه. ده فيروس دي ان اي هيستخدم الار ان اي بوليمريز بتاع الانسان وهو نضيف ويطلع من نفسه مسنجر ار ان اي. بيقول لك ان الفيروس ده الفيروس دخل جوه النواه. الفيروس ده يا جماعه دي ان اي. هيقوم الفيروس مطلع من الحته الفوقانيه منه مسنجر ار ان اي. الحته الفوقانيه من الفيروس هيطلع منها مسنجر ار ان اي بانزيم عند الانسان اسمه ايه؟ ودي عمليه اسمها ترانسكريبشن. انت عارف المسنجر ار ان اي يروح فين؟
يروح الريبوزوم. عارف المفاجأة هيصنع ايه؟ دي ان ايه بالرزق اه المسنجر ار ان ايه هيروح الريبوزوم، المفاجأة هيطلع الدي ان ايه بوليمريز الخاص بالفيروس اللي يرجع للفيروس يكتره. ده طعام بجد؟ اه والله. الفيروس على جثته انه يستخدم دي ان ايه بوليمريز بتاع بني ادم معفن. يقول لك لا انا هصنع لنفسي الانزيم بتاعي. فيقوم الفيروس عامل ترانسكريبشن من الجزء الفاضي منه يطلع مسنجر ار ان ايه. مسنجر ار ان ايه يروح الريبوزوم يدي دي ان ايه بوليمريز يرجع للفيروس يكتره. يبقى هنا الفيروس تكاثر بالانزيم بتاعه. بس مين فتح له القميص؟ انزيم جوه الخليه. نبص على المنظر ده. الفيروس تكاثر يا جماعه، شفتوا؟ الفيروس تكاثر. بعد ما الفيروس تكاثر يقول لك انا ماشي باي باي. ما يجي الفيروس يطلع يكتشف نقطه مهمه، ايه؟ هطلع بالبص، هو فين القميص؟ انا ما اطلعش بالمنظر ده، فين البروتين كود؟ فكل فيروس، كل عيل من العيال دولت، ركزوا معايا، كل عيل من العيال لسه الجزء التحتاني فيه سليم. فالجزء التحتاني دوت يطلع برضه ايه؟ مسنجر ار ان ايه. كل فيروس، كل عيل من الجزء التحتاني يطلع مسنجر ار ان ايه. بنزيم عند الانسان اسمه ايه؟ وده عامل اسمه ترانسكريبشن. يقوم رايح المسنجر ار ان ايه فين؟ الريبوزوم. نفاجئ ان هنا بيصنع بروتين كود. يعني ايه الطعام؟ يعني الفيروس جزئين، جزء فوق بيدي لنفسه الانزيم بتاع الريبليكيشن، وجزء تحت بيطلع البروتين كود. وطبعا بجد عايزين نتفرج كده. الخليه هتصنع بروتين كود للفيروس، ولازم يا جماعه يحصل ان كل عيل يدخل في البروتين كود بتاعه. كل عيل يدخل في البروتين كود بتاعه. مين اللي هيصنع البروتين كود الاول؟ هل الفيروس ولا الريبوزوم بتاع الخليه؟ ريبوزوم الخليه. فهمتوا يعني ايه الفيروس محتاج انه يدخل الخليه عشان يحصل منها على اي تي بي بروتين؟ البروتين كود بتاع الفيروس جه من الخليه نفسه. هنا الفيروس وهو طالع هيلبس البروتين كود في السيتوبلازم. ان الفيروس يدخل جوه البروتين كود ده عمليه اسمها اسمبلي. عارفين اسمبلي؟ تجميع. يا بخت من وفق كل فيروس في قميصه. وان الفيروس يلبس قميصه ممكن دي عمليه تتم في السيتوبلازم او في النواه. يا في السيتوبلازم يا في النواه. زي ما يا جماعه عندك عيل صغير وعايز تلبسه قميص، يا في اوضه النوم في الصاله عادي. فاحنا عايزين نلبسه يا في النيوكليس يا في السيتوبلازم. طعم عايز اتفرج على الفيروس وهو بيلبس قميصه. هنا حصل اسمبلي فين؟ في السيتوبلازم. الفيروس ده خلاص ماشي دلوقتي. ماشي وهو ماشي بشكل حاجه مهمه قوي. هو فين الانفلوب؟ اه بابا حبيبي سابهولي على السيل ممبرين. يا حبيبي يا بابا. كل فيروس من ده وهو طالع يا حبيبي يا بابا ما تحرمش منك. ساب بابا الانفلوب فين؟ على السيل ممبرين. فكل عيل وهو طالع يزق السيل ممبرين معاه. يقول لك يا حبيبي يا بابا، بابا كان سايب جاكيت واحد. كل عيل يقول لك يا حبيبي يا بابا، وهم طالعين بص على المنظر وهم طالعين يحصل حاجه غريبه. الفيروس وهو طالع يكتشف حاجه مهمه قوي. ده مش الجاكيت بتاع بابا. جاكيت بابا عليه سبايكس. فالفيروس يؤمر الخليه، يا خليه معفنه. فين السبايكس بتاع بابا؟ يقول لها يا معفنه صنعي سبايكس وطلعيه فين؟ على السيل ممبرين. الفيروس فاهم. جاكيت بابا كان مليان شوك، ايه ده؟ حته ناعمه؟ بابا ما كانش كده. بابا كان الجاكيت بتاعه مليان شوك. يبقى هنا يا جماعه كل فيروس قبل ما يطلع من السيل ممبرين بيدي امر للخليه، صنع لي سبايكس على بابا، حطه عليه هنا. بحيث اه هو ده بابا. بحيث وانا طالع ياخده معاه، بص المنظر. كل فيروس طلع بالطريقه دي. يبقى الفيروس الانفلوب طلع بكلمه اسمها بادنج، بادنج. الفيروس الانفلوب طلع ببادنج. حصل له ريليز عن طريق بادنج. أول سؤال لحضراتكم الناس اللي خدت الكلام، إيه هو الإنفلوب؟ الإنفلوب ممكن بيبقى عليه سبايك صح؟ بعض الفيروسات عندها إنفلوب وبعض ما عندهاش. أول سؤال لحضراتكم، الإنفلوب حقيقة ما هو إلا إيه؟ سيل ممبرين، برافو. الإنفلوب حقيقة ما هو إلا سيل ممبرين وسبايكس أمر بصنع الفيروس. عرفتوا يعني إيه إنفلوب؟ لو قلنا الكلام ده في الأول ما كانش حد يفهم حاجة خالص. الإنفلوب حقيقة ما هو إلا سيل ممبرين بتاع خلية. وسبايس امر بصنع الفيروس. طبعا ممكن من الاول هو الفيروس انفلوب حصل ازاي اتاتشمنت بتوينه وبين الريسبتور؟ سبايكس. سبايكس على الانفلوب مسكت الريسبتور. يعني ممكن اسالك في امتحان ازاي بيحصل التصاق بين الفيروس الانفلوب والخليه؟ تقول لي سبايكس مسكت في الريسبتور. طب الفيروس الانفلوب ساب الانفلوب فين؟ يبقى عمل بنتريشن. هو بيعمل بنتريشن، حصل فيوجن للانفلوب مع سيل ممبرين، سبع السيل ممبرين دخل جوه، حصل انكوتنج انزيم. انزيم
حصل انكوتنج عن طريق انزيم في الخليه، الفيروس راح للنواه، هل هيستخدم الدي ان ايه بيرس على الانسان ده على جثته؟ على جثته، فيبدا يصنع لنفسه دي ان ايه مش خاص بيه، يعني مثلا ترانسكريبشن ترانسليشن. بعد ما تكاثر ويطلع يكتشف فين القميص، فين الجاكيت، ايه بلبوس انا؟ مين؟ هو يدي لنفسه الامر يصنع بروتين كود. فهمتها ازاي؟ عادي يا جماعه. طيب بعد ما يلبس البروتين كود ممكن يلبسه فين؟ يا في النوايا في السيتوبلازم، دي عمليه اسمها اسمبلي. السؤال يا جماعه، الفيروس الانفلوب حصل له ريليز عن طريق ايه؟ بادنج. حصل له ريليز عن طريق بادنج. اللي انتوا شفتوه ده وكنتوا معجبين بيه ده كان بيشرح في ثاني ابتدائي في دوله من دول اوروبا. ده المدرس حاجه تفرح، انا فرحان بيه والله. وده الطلب برضه حاجه تفرح. المهم يا جماعه نرجع مع الموضوع عشان نكمل. انا جبت حلقات المدرس ده سألت بيها بصراحه. ممكن نوقف كده بقى نتكلم؟ تاني يا جماعه بصوا معايا. تاني يا جماعه اللي مش فاهم، تاني يا جماعه بصوا معايا. بصوا كويس. الوقت ده الانفلوب شايفين معايا يا جماعه؟ ده اسف ده السلم بتاع الخليه شايفينه؟ ده السلم بتاع الخليه، الفيروس عايز يطلع وهو طالع يقول لك ده مش الانفلوب بتاع بابا. بابا الانفلوب بتاعه عليه ايه؟ بابا الانفلوب بتاعه عليه سبايك. فيبدا الفيروس وهو طالع شايفين شكل ايه الاول يا جماعه؟ الشكل ده الجوزة هيدرا، الشكل ده كريستاليه. ليه سموه نيوكليك اسيد؟ حد عارف؟ نيوكليك اسيد وكبسيد. نيوكليك اسيد وكبسيد. الفيروس يا جماعه ينفع يطلع كده؟ لا. فين السبايكس؟ فين الشوك؟ الجاكيت بابا انا عارفه معسكر. فيؤمر الخلايا انها تطلع ايه؟ سبايك. شايف المنظر؟ فتطلع السبايك على السيل ممبرين ياخدها وهو طالع. وهو ده الانفلوب عباره عن ايه؟ سيل ممبرين عباره عن سيل ممبرين وسبايكس امر بصناعه الفيروس. شايف المنظر؟ هو ده الانفلوب فيروس. بيطلع عن طريق ايه بقى؟ بادنج. الانفلوب فيروس بيطلع عن طريق بادنج. انت عاجبكم المنظر؟ ده الانفلوب فيروس طلع عن طريق ايه؟ بادنج. دي سهل لكم ها؟ يبقى الانفلوب فيروس طلع عن طريق ايه؟ بادنج. طب عايزك تبص معايا بقى على النون انفلوب فيروس الاول. تبص معايا على النون انفلوب فيروس، ركزوا بقى معايا. الوقت يا جماعه خطوات الفيروس ريبليكيشن الاول، ركزوا معايا. اول حاجه يا جماعه اول خطوه الفيروس لازم يعمل حاجه اسمها هوست سيل ريسيرش. فاكر كلمه حبيبي لاب حرف الحاء في الاول، هوست سيل ريسيرش. واخدة حروف كلمة حبيب النار، دي أغنية لمين؟ مهلك. أول حاجة إن الفيروس يدور على الخلية اللي بيحبها. حد يعرف ليه الفيروس يدور على خلية معينة؟ عشان يا ريسبتور. إحنا قدامنا سكتين، كله يركز معايا. قدامنا سكتين. بعد ما الفيروس يلاقي الخلية بتاعته يعمل أدزوربشن. أدزوربشن يعني يلزق فيها. أدزوربشن التصاق. عندنا مع بعض فيروس انفلوب أهو، بصوا. ده عبارة عن فيروس انفلوب أهو. عنده على الانفلوب ايه؟ سبايكس. وده عباره عن فيروس نون انفلوب. ده عباره عن فيروس انفلوب وده نون انفلوب، بروتين كود بس. ده فيروس انفلوب وده نون انفلوب. اول خطوه يحصل التصاق ادزوربشن. تعالى ارسم لك الخليه. دي خليه اهيت. دي عباره عن خليه اهو. دي عباره عن خليه ودي عباره عن خليه ثانيه. ادي الريسبتور وادي الريسبتور. حد يقول لي حصل ازاي الاتصال بالظبط؟ اشرح لي بالظبط. في الفيروس الانفلوب السبايكس ماسكه في مين؟ ماسكه في الريسبتور. يبقى لو انت بتذاكر الانفلوب هتلاقي يقول لك ايه؟ ان السبايكس عليه بتلعب دور في الاتاتشمنت. تخيلتوها؟ بتعمل عندي سؤال معلش، هو كل فيروس ليه سبايكس خاصه بيه؟ اي فيروس عنده انفلوب عنده السبايكس بتاعته، الانترنسك في الريسبتور غير زميله. يعني السبايكس هنا سبيسيفيك لكل فيروس. فاهم ايه سبيسيفيك؟ دي بتساعد في امتحان. هل ممكن يبقى السبايكس اللي عندي فيروس معين زي الثاني نوع ثاني؟ لا، لانه لو نفسه هيمسك نفس الخليه هيدخل نفس الخليه. لا. يبقى هنا حصل اتصال بين السبايكس والريسبتور. امال يحصل اتصال بين ايه وايه؟ البروتين كود والريسبتور. يحصل اتصال بين البروتين كود والريسبتور. تمام؟ وبعدين؟ عشان كده البروتين كود بيساعد في الباسج اوف فيروس انتو ذا سيل. كان البروتين كود ليه ثلاث وظائف، بروتكشن بريزيرف الشيب، بيلعب دور في الباسج. عشان البروتين كود هو اللي ممكن يمسك الريسبتور في الفيروس نون انفلوب فيلعب دور في الباسج. اتفهم يا جماعه الكلام؟ طيب
سؤال الطعامه، هو الفيروس ده انفلوب، الفيروس ده انفلوب، السؤال اللي بعديه الانفلوب هيسيبه فين؟ الانفلوب بتاع الفيروس ده هيساب فين؟ اكبر لك الرسمه. ادي فيروس انفلوب، الانفلوب هيساب فين؟ بص معايا، ادي الخليه اهيت، وادي نوع الخليه. حصل ان الفيروس انفلوب ساب الانفلوب بره، يسميها فيوجن اوف انفلوب مع السير ممبرين. بص معايا عشان خاطر الكلام يا جماعه، بيحصل فيوجن للانفلوب مع مين؟ مع السير ممبرين. يبقى يجي حد يسالك حصل بنتريشن ازاي؟ دخل ازاي؟ قول له ساب الانفلوب بره. شفتوها كلكم؟ طب دكتور عم هو دخل وهو محضر بروتين كود صح؟ ازاي حصل انكودنج؟ انزيم جوه الخليه قلعته القميص، قلعته القميص وساعدته. اهو الفيروس طلع من قميصه. طب هنا يا دكتور عم في الفيروس النان انفلوب بيدخل ازاي؟ بيقول لك الفيروس النان انفلوب بيدخل عن طريق اندوسيتوسيس، فاهمين كده جت؟ فاهمين يعني اندوسيتوسيس؟ يبقى الفيروس النان انفلوب بيدخل عن طريق اندوسيتوسيس. بيدخل عن طريق اندوسيتوسيس، فرهاك واتش اجنيشن ما تقلقوش. الفيروس النان انفلوب بيدخل عن طريق اندوسيتوسيس. مركزين؟ طيب دكتور عم وبعدين؟ هنا وهنا لازم البروتين يتكسر. بروتين كود اتكسر بانزيم جوه الخليه. خطوه اسمها ان كوتنج. طبعا عندي خطوات من الاول. اول خطوه الفيروس يدور على خليته يلزق فيها. هنا لزق عن طريق السبايكس وهنا لزق بروتين كود ريسبتور. حصل ان كوتنج. ان كوتنج. الفيروس بعد كده يروح في النواه. يروح النواه يتكاثر. الفيروس يروح النواه يتكاثر. هو تكاثر ازاي؟ حد يعرف؟ الفيروس تكاثر ازاي؟ صنع نفسه المسنجر ار بتاعه اللي دي دي ان اي بالمريز. فالفيروس هنا وهنا ايه؟ تكاثر. ينفع يطلع وتبص؟ لا طبعا. يقول لي الخليه يا معفنه صنع لي بروتين كود بتاع بابا. فالخليه صنعها بروتين كود. الفيروس يا اما يلبس البروتين كود يا اما فين يا اما فين؟ ودي عمليه اسمها اسمبلي. لما الفيروس يلبس البروتين كود بتاعه سواء هنا او هنا دي عمليه اسمها اسمبلي، بيتجمع جوه قميصه. يبقى الفيروس هيلبس البروتين كود بتاعه يا اما في السيتوبلازم يا اما فين؟ في النواه. خلاص الفيروس لبس قميصه. اخر حاجه اسمها ريليز. اخر حاجه عندنا اسمها ايه؟ ريليز. يجي الفيروس يمشي، يا حبيبي يا بابا. بابا ساب الانفلوب فين؟ بس اللي ده مش بابا. بابا عنده شوك. يا معفنه صنع لي سبايكس طلعهولي. والفيروس الانفلوب بيطلع عن طريق بادنج. الكلام ده يا جماعه غير قابل للهزار عندنا. الفيروس الانفلوب بيطلع عن طريق بادنج. ياخد السيل ميمبرين معاه ويطلع بيه زي ما شفتوا في المنظر ده. يعني الخليه بتفضل عايشه وراه. الخليه بتفضل عايشه. طبعا والخليه دي بيحصل لها ايه؟ الخليه دي يا جماعه بتتجنن. تقول لك هو انا قاعده اولد فيروسات بقى لها خليه محترمه. قاعده اخلي فيروسات في الاخر من كتر جنينها تقلب سرطان. تقول لك لا كله الا كده. انا محترمه، انا بنت ناس. مش لدرجه انها طلع ولاد الحرام دول. يبقى الخليه دي تقلب سرطان. دكتور عم امال هنا الفيروس ده يا جماعه فيروس نون انفلوب، ركز معايا. ده فيروس نون انفلوب وهو طالع يمسك كل حاجه. بابا كان جربان. بابا ما سابليش حاجه خالص على السير ممبرين. صح؟ ايوه. وهو طالع يفتكر كل حاجه، بابا كان جربان وانا هفضل جربان زيه. حرام عليك يا شيخ، ايه ده كله؟ كل ده انفلوب. وهو طالع يعمل لها ربشر وراه. موت يا كلب. موت. موت ربنا ياخدك، كل ده انفلوب واحنا مش لاقيين ناكل. يبقى الفيروس النان انفلوب بيعمل لها ربشر وهو خارج. الفيروس النان انفلوب بيعمل ايه؟ ربشر. طيب ركزوا معايا يا جماعه. ركزوا معايا ان الدنيا اصعب من كده شويه. يعني هو في اصعب من كده ركز معايا. الفيروس النان انفلوب هو طالع عامل ربشر للخليه فرقعها وراه. نقطة ركزوا معايا عشان خاطر بس. جهة. بصوا معايا هنا يا جماعة. بصوا معايا. دي عبارة عن خلية هي. دي عبارة عن إيه؟ خليتين أهم. دي عبارة عن خليتين، بالتالي وقت كلام. دي عبارة عن خليتين. الفيروس دخل أول خلية عن طريق إندو إيه؟ سيتوسيس. دخل أول خلية عن طريق إندو سيتوسيس. وهو خارج منها عمل لها إيه؟ ربشر. ما دام عمل لها ربشر يبقى دخل التانية دايركت أفتر ربشر. يبقى الفيروس النان إنفلوب ليه طريقتين في الدخول. بيدخل أول مرة في إندو سيتوسيس. لما يطلع من الخلية ويتفرقع يقوم داخل الثانية دايركت افتر رابشر. الكلام ده عندنا ما فيهوش هزار.
الفيروس النايل امبلوب دخل اول مره عن طريق اندو سيتوسس، ولما الخلايا فرقعت دخل تاني على طول دايركت افتر رابشر. دايركت افتر رابشر. طبعا عايز اتفرج على الكلام ده. اول طريقه دخول الفيروس انفلوب فيوجن اوف انفلوب مع سيل ممبرين. هل هو في طريقه ثانيه؟ طريقه ثانيه يروح عندكم يقول لك حصل فيوجن للانفلوب مع الاندوزومال فيزيكال، وتلاقي الناس بترطب. يعني ايه؟ قول النبي يا جماعه بصوا عليها عشان خاطر دي فاهمينها؟ دخل ازاي فيوجن للانفلوب مع سيل ممبرين؟ هوريك خيال علم اكبر من كده شويه بقى. ركز معايا. حصل فيوجن للانفلوب مع مين؟ مع السيل ممبرين. تاني طريقه دخول الفيروس الانفلوب، ركز معايا. شفت الانكوتنج يا جماعه حلو ازاي؟ تاني طريقه يا جماعه دخول الفيروس الانفلوب، كل ركز معايا. تاني طريقه دلوقتي يا جماعه الفيروس الانفلوب دخل وخد السيل ممبرين معاه، كله يركز وهو ساكت. شفتها واضحه؟ تاني بقى مش ركز، ده عباره عن فيروس انفلوب، ركز معايا. دي تاني طريقه في دخوله. دلوقتي الفيروس زق السيل ممبرين معاه. انا بقول لك الكلام مش قادر تتخيله. الفيروس زق السيل ممبرين معاه وعمل فيزيكال حوالين نفسه، الفيزيكال دي اسمها اندوزومال فيزيكال. دي فيزيكال. عارفوا شوف الفيروس هيطلع ازاي؟ الفيروس هيطلع زي الشراب المقلوب. يعني شراب مقلوب. ده كده بقى محاط بالكوت وانفلوب وفيزيكال كمان. بص على الحركه دي. بص الفيروس الجامد عمل ايه؟ طلع ازاي؟ ودخل ازاي؟ بص. الفيزيكال اسمها اندوزومال فيزيكال. شفتوا المنظر؟ وعلقتها وترعاهم تاني. بص معايا الكل ركز. دي تاني طريقه في دخول الفيروس الانفلوب، انه بيبقى عنده فيزيكال ويحصل فيوجن للانفلوب مع الفيزيكال دي، اسمها اندوزومال فيزيكال. شايفها؟ يبقى دخل عن طريق فيوجن للانفلوب مع الاندوزومال مين؟ فيزيكال. اما الفيروس النون انفلوب بيدخل اول خلايا عن طريق اندو ايه؟ شفت يا جماعه بروتين كود زي بتكسر؟ والفيروس احنا عند خليه تتكسر. شوف يا جماعه النون انفلوب بيدخل باندو سيتوس مباشره. اول خليه يدخلها باندو سيتوس مباشره وبعد كده شوف المنظر؟ طبعا الفيزيكال تتكسر وبعد كده ممكن يدخل عن طريق ايه؟ دايركت افتر رابشر. طب استنى معايا صفحتين. هل الخلية بتطلع عن طريق بابل هل الخلية بترفسر وراه؟ لا، فبيفضل الخلية فيها فيروس طول عمرها.
قاعده تخلي الفيروسات العمراء الفيروس بريزيستنس جواها. عند كلمه بريزيستنس زود انت المذكره وكتاب ده فيروس امبر. يبقى كلمه بريزيستنس الفيروس بيفضل عايش بقى ثلاث سنين ده الفيروس الامبر اللي هو بيطلع على الطريق فاضي مش رابشه. انت عارف ايه مثلا الخليه؟ الخليه بتتجنن يا ايه؟ تقول لك انا اجيب ولادي كام دول 10 سنين وانا بخلفهم من جزر الجاية سرطان راس وبيشرب سرطان. الطعام مكتوب عندنا كلمة اسمها بروجني، بروجني يعني ذرية، الخلية يعني تجيب ذرية فيروس، ده حرام. أول حاجة الفيروس الإمبريو بيعمل بريزيستنس، في فيروسات بتعمل فيروس مراهقة، مين دي؟ مين ده اللي بيعمل فيروس سرطان؟ الله يمشي، حد كده كده، فيروس إمبريو وفيروس إمبريو، هنسيب الإجابة على فين؟ تاني حاجة يا جماعة اسمها أبورشن، الأبورشن الهرم. هو احنا لسه ولا بايظ ولا ابورشن اجهاض. يعني ايه تعريف الاجهاض عندنا؟ تعريف الاجهاض يا بيه ادي خليه اهو ودخل جواها فيروس عشان يتكاثر وما عرفش ما عرفش يا بيجي عيان. ودايما نسال نفسنا هو ما عرفش العيب من مين؟ العيب منه ولا العيب من الخليه؟ يعني العيب من الخليه انها ما ساعدتوش وما لقوش قميص، يعني العيب من الخليه. الخليه ما قطعتش القميص ودي سموها خلية نوت بيرميسيف غير متعودة. وجيت سمعت منه يا ابني لغاية الخلية عامل اللي عليها وزيادة وهو اللي بيعرفش هو اللي ناقص بيسموه فيروس بيرفكت ناقص. طبعا هو في فيروسات ناقصة هاخدها مع بعض في فيروسات ما تعرفش. ال اللي وراها اسمها ليتنسي. ليتنسي يعني ايه؟ يعني ساعات الفيروس يبقى عايش جوه خلايا جسمك وما يعملش حاجة وبعدين ليتر اون تظهر الاعراض ويشتغل. اشهر فيروس عايش في ركبكم الهربس. الهربس نايم جوه الخلايا ديت. مفيش اعراض ولا في اي حاجه. بعدين مع الشتاء او مع الحرق الحياه تلاقي الفيروس اشتغل وعامل لك تلاقي كالوشا الفيروس بعدين اللي هي عباره عن ديتر. ده الهربس. ليتر اون هيعمل المرض. يبقى في فيروسات بريزيستنس بتعمل كانسر ده الامبر. وفي الفيروس اللي بيعمل فيروس وراه. وفي الفيروس اللي ما بيعرفش يعمل حاجه خالص. وفي فيروس ليتر بيعمل حاجه. ده بقى دي فرصه. كان ينفع بقى ده حاجه ولا واحده يا جماعه؟ لا وقت جميل. خلاص يا جماعه اللي كان وقت فيها مش هتعرفوا بقى زيكم. الدياجنوست على الفيروس. اول حاجه عندنا الدياجنوست الدايركت. معنى كلمه دايركت ان انا ادور على الفيروس على طول. معنى كلمه دايركت ان انا ادور على الفيروس. اول طريقه عندنا اسمها دايركت ندور على الفيروس. طبعا ازاي ندور عليه؟ عندنا احدث جهاز في العالم الكترو مايكروسكوب ما شاء الله عليه. بيشوف واحد نانومتر والفيروس قد ايه نانومتر؟ من 20 ل 100. يعني الالكترو ميكروسكوب هتشوف الصور اللي بتتكلم عنها. احنا في مصر ما عندناش الالكترو ميكروسكوب شغال. مش عارفين نشغله. فعندنا الحمد لله اللايت ميكروسكوب بتاعنا. ودايما يسالك هو اللايت ميكروسكوب يشوف فيروس كله؟ لا. بس المصريين عملوها. وشافوا الفيروس باللايت ميكروسكوب. وبعدين طب ازاي؟ بمعجزه. اه كده عملوها. دي الخليه. والفيروس بيلبس فين؟ بيعمل اسمبلي فين؟ يا في النواة يا في سيتوبلازم. تفتكر هو الفيروس بيلبس نفطه ولا احوال؟ احوال لو مليون فيروس قد لما بعض قاعدين يلبسوا قصاص. بيقول لك الفيروس ليه هاي افينيتي ستيت. يعني هاي افينيتي؟ هقول دايما الفيروس ياخد ستيت اكتر من الخليه. مش فاهم انتوا يعني انت لو جبت طبقه وطبقت الخليه اللون الاحمر هتلاقي حاجه اللون الاحمر بس اللون الاحمر انت ركز في المليون فيروس دول. المليون الاحمر فيروس انت ركز فيه هو اللون الاحمر بتاعك. ده مليون. المليون فيروس اللي جوه الخليه انت ركز فيه هو الصفرا. عشان يوم هاي افيد الاستين. حاجه بص انا في ده في حاجه محشوره جوه. حاجه محشوره جوه نسميها الكلوجن بودي. طبعا ممكن نلاقيها في سيتوبلازم او فين؟ النواة حسب الفيروس بيلبس فين. تيجي تسال مين ده؟ يقول لك معرفش بس حاجه جوه. تقول يعني ده مين؟ لازم يكون تلاميذ يكون 100 فيروس الله اعلم مين بس يكون في حاجه جوه خلاص. هو دول المصريين
عملنا المعجزه وقدرنا نوصل مليون فيروس يبان بروت هو الكارثه بتاعت الانكلوجن. الانكلوجن انا ممكن يبقى عندنا دكتور اسمها سيرولوجيكال، طرق اسمها سيرولوجيكال. سيرولوجيكال وندور على الفيروس في السيرم في اجهزه اسمها الثوريه ان شاء الله تعمل اسبوع كامل. رقم اربعه ممكن نعمل بي سي ار، بي سي ار اللي معاه فلوس يعني بي سي ار الفيروس دي مثلا. يبقى دايركت يا جماعه دايركت احسن ميكروسكوب في الدنيا الكترون وراه مين؟ اللايف. احنا اخترعنا عملنا اختراع يا كوتش هو الاختراع اللي احنا طبقنا الخليه. الفيروس فيروس اللي بيلبسه بسبب النواه او السنتيز يبانوا بنقطه سميناها انكلوجن فولجر. ممكن ندور على الفيروس السيرم بدون على شرحها بعدين. وفي عندنا جهاز موليكولر مشهور اللي هو بي سي ار في البرو. نيجي مع بعض على كلمه ثانيه اسمها الفيروس اسمها الفيروس. يعني ايه الفيروس؟ معنى الفيروس انك تدور على الفيروس تدور على مين؟ على الانتي بودي في السيرم. وكل اللي بتدور على الانتي بودي في السيرم ده اسمه سيرولوجيكال. ده اسمه سيرولوجيكال. وفي اجهزه هنشرحها بعدين. جهاز اسمه ليزا وراين لسه هنشرحه. ليزا وراين. طبعا مش عايز اسال هو قالت لي لو حد عنده انتي بودي او صوب فيروس اه يا بيه. طبعا جيت جنب الطاقه هو مين؟ يعني لو حد يا جماعه كده عنده انتي بودي للايد خلاص على الشط عمره ما كان عليها كده المره. هو مين؟ الانتي بودي اللي ورا لو واحد صاحب عنده 20 سنه ولسه الانتي بودي عمره ما معاه. بص لكن ده ايه ده؟ الفيروس يا جماعه عمل له فرشه. الفيروس انا ممكن ازرع حاجه من ده. ممكن يا جماعه نزرع الفيروس في ايه؟ ممكن احط الفيروس جوه ايه؟ بس بيضة عايشه. او ممكن ازرع الفيروس في انيمال بس الانيمال النهارده ما بقاش بيستخدمها. الزيكا مع الفيروس. ما اعرفش والله. لكن الطريقه اللي عندنا في وحل الفيروسات ايه بقى؟ تعالى اشرحها لك. وحل الفيروسات بنزرع الفيروس جوه تشي. ازاي الطعام؟ باخد نسيج منه، باخد نسيج، يعني مثلا اخد حته من جسمك. لما اخد منك نسيج، المشكله النسيج ده عباره عن طبقات تحت بعض. جهاز ليه؟ بنعمل ايه؟ بنجيب يا جماعه تريبسن، اسمها تريبسن. التريبسن ده عباره عن انزيم بيعمل سيميليشن للسيل. اقدر عن طريق تريبسن احصل على طبقه واحده من الخلايا، يعني مثلا دي عباره عن طبقه من الخلايا. دي عباره عن طبقه من الخلايا اللي جنب بعض. ازاي قدرت احصل على 1 ليير اوكسيد عن طريق انزيم اسمه تريبسن. الكلام ده بيتم عندنا في اسم مايكرو. بنجيب تريبسن نحطه على الخلايا فنعمل لها طبقه واحده من الخلايا. وهذه الطبقه من الخلايا هتكون طبقه لازم نحطها في الريتوشن ليها اكل. هذه الطبقه واحده لو 10 طبقات هتكون زي اكل في النص. واحسن اكل نحطه للفايت خلايا نسبه تعيش احسن اكل الفيتال كاب سيرم. طبعا بحط اكل فيه فيتامين وانتي بيوتيك بس احسن حاجه الفيتا كاب سيرم. سيرم معروفه يعني فيتا كاب كاب يعني يا جماعه فين الكاب في العجل الصغير ده؟ كاب العجل التاني ياخد دم عجل التاني ياخد دم ونحطه هنا بحيث يغذي الخلايا يغذي الخلايا. وبعدين يا جماعه نزع الفيروس جوه الخلايا نزع الفيروس جوه الخلايا. الفيروس اللي بيطلع عن طريق ايه؟ فيوجن. وده اللي بيطلع عن طريق ايه؟ ده كده كانوا مرتبين.